ضد الإخفاق، لكن الأمل كان بهدف تقليص الفارق للهلال السوداني أمام ضيفه أول أغسطس الأنغولي في الذهب، هدف كان كفرصة ثانية لتعديل الأوضاع في الإياب على أرضه وبين جماهيره، فاحتاج إلى مجهود مضاعف، أولا لإبعاد الضيف عن منطقة الخطر الذي اقترب منها أكثر من مرة، وكمحاولة لضرب شباك الأنغولي والاستفادة من أي نقطة علّه يميل الكفة إلى جانبه سريعا، وفعلا لم يهدأ الهلال بالاقتراب أكثر فأكثر من هز شباك ضيفه، لكنه افتقد للمسة الأخيرة التي تفرح الجماهير فأهدر الكثير. كثرة الضغط أرهقت الدفاع الذي ارتكب الأخطاء في الممنوع وسمح للهلال بالحصول على ركلة جزاء نفذها مهند الطاهر على مرتين بعد إعادة الحكم للركلة بدخول مدافعي أغسطس المنطقة قبل التنفيذ. اصطدمت بالغايب ومن برا، لا لا لا، كرة مباب، يلا يا هلال مهند وجول. تأخر بهدف لا ينفع الهلال وهو الخاسر بالثلاثة ذهابا، فدخل الثاني كما خرج من أوله بضغط لم يهدأ وبمحاولات لم تتوقف لتدارك الأمر والاستفادة من أول أغسطس الذي اتخذ من الدفاع والكرات المرتدة سبيله لبلوغ الدور المقبل، لكنها لم تنفع أمام الهلال الباحث عن الهدف الثاني ولا شيء سوى. الحظ لم يقف إلى جانب صاحب الأرض الذي كاد أن يعمق الفارق أكثر من مرة، لكن العارضة تصدت للكرة ليتحسر الأزرق على ما فات، وخاصة بالتغيير الاضطراري للدعيع الذي لم يستطع إكمال المشوار، فكان المعز محجوب حاضرا مكانه. ورغم مرور الوقت إلا أن الهلال لم يفقد الأمل، وبما أنه اجتهد فلكل مجتهد نصيب، ونصيبه كان بالهدف الثاني من الكونغولي إمبيلي الذي عانده الحظ لكنه ابتسم له في النهاية. عيسى مصطفى لإمبيلي اللي لعب كرة إمبيلي بلعبة خادعة. شهية الهلال لم تتوقف، فحاول حسم الأمور والاطمئنان، لكن القائم كان وللمرة الثالثة ضده. بعد الهدف الثاني شعر الضيف بأنه لا يوجد شيء يخسره، فحاول بآخر شيء يملكه لكنه لم يستطع مجاراة الوقت الذي مر سريعا، فخرج بخيبة أمل كبيرة وبفرحة هلالية سودانية أكبر، وخاصة أنها برفقة المريخ.